السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة طارود سماء المحبة وقراءة فنجان وطارود مواليد برج الأسد، توقعات أبرز الأحداث القادمة بإذن الله. برج الأسد، شايف إنك أنت بتتمكن من تحقيق نجاحات بتظهر بيها براعة شديدة وثبات وصورة جميلة جدا لأعمالك أو لقدرتك أو موهبتك أو قدرتك على تحقيق النجاحات. الفترة دي تعتبر من الفترات اللي مش سهلة في حياتك، اللي تطلب منك التركيز من أجل كل قرار بتتخذه. شايف إنك أنت بتحصل على حريتك في شيء معين أو على نجاح صفقة أو على الوصول لهدف كنت بتسعى إليه. الكارما بتكون داعمة جدا ليك يا مولود برج الأسد خلال الفترة القادمة، من حيث استقطاب الثقة أو كأن الأوضاع بتطمئنك تجاه كل الخطوات اللي بتقوم بيها. تبدأ تطمن وتعرف وتطلع على الكثير من الأسرار أو الأشياء اللي ما كنتش على دراية بيها. بتنتهي العديد من المشاكل والخلافات من المحيط من حولك في الفترة الجاية، إلا إن الأوضاع بتظل غير آمنة للمقربين. يعني في الوضع في المحيط الخاص بيك بتكون الأوضاع غير آمنة نوعا ما، غير مستقرة. شايف إن أنت عندك تفكير منفتح وبتحاول تصفي ذهنك وتستقبل تدخلات شخص معين في حياتك. بعض مواليد برج الأسد بتأتيهم المعاكسات من أحد الأشخاص اللي في حياتهم، اللي بيحاول إن هو يكسر عليهم من الإشاعات أو التدخلات السيئة، معاكسات من أحد الأشخاص من المحيط الخاص بيه بيجعل حياة مواليد برج الأسد غير آمنة أو غير مستقرة. إلا إن ظهور مولود برج الأسد بيكون قيم جدا، وبتحافظ على ظهورك قدام الناس اللي عارفينك وقدام الناس اللي لسه بيتعرفوا عليك. ممكن نقول في حد مركز معاك قوي ومركز مع كل تفاصيل حياتك ومهتم بمعرفة المزيد عنك، كأنه شخص بينجذب ليك أو بيدعمك في الوصول لحاجة معينة بتسعى ليها. وفي مشكلة انت متورط فيها ما كنتش قاصد تتورط في المشكلة دي، ولكن جايلك مكالمة قريب هتنهي لك الخلاف ده او المشكلة دي وهترجع لك الاوضاع مستقرة من جديد مرة اخرى. ربما يكون عندك بعض الشعور بالندم من اشياء قمت بيها، اكسبتك العديد من العداءات. انت متضايق من كثرة الاعداء من حولك ونفسك ترجع لعلاقات مستقرة من جديد. بتشعر انك انت اكتسبت اعداء كثيرين وان انت وضعك بقى حرج نوعا ما. شايف انك انت بتبتعد عن تكوين علاقات جديدة، بتتسرب بغرور مع بعض الاشخاص، وشايف انك انت بتلاقي الدعم من الاشخاص اللي فاهمين وضعك كويس. وعندك تغيير كبير جدا بيحصل في حياتك الفترة اللي جاية لمولود برج الأسد، تعتبر بداية جديدة في حياتك أكثر أمانا وتحصين. شايف إن القدر هيكون داعم ليكم في حاجات كتير هتقوموا بيها، وإن كنتوا هتبذلوا معظم وقتكم في الشغل ومحاولات تحقيق إنجازات على الصعيد المهني. الناس اللي بتشتغل منكم بيكون تركيزهم أعلى في العمل وفي تحقيق نجاحات مهنية وفي إصابة الصفقات المربحة والكبيرة، وكتير منهم بيوصلوا فعلا للنجاحات دي وبيحققوا نجاحات كثيرة. نقدر نقول في المشاريع الجديدة وفي البدايات الجديدة، لو بتفكر تبدأ أي مشروع ده الوقت المناسب، متوقع تحقيق نجاحات كبيرة في كل المشاريع الجديدة دلوقتي. ولكن احذر المتلاعبين، في اشخاص يكونوا بيتلاعبوا بيك
او النصابين بمعنى اصح في المحيط من حولك، مش اي حد يظهر لك شيء بيكون قصده. رؤية الصورة الكبيرة، عندك تغيير او سفر الفترة اللي جاية لمكان مميز جدا ورائع، وشايف ان في علاقة حب هتنشأ وهتجعل حياتك اكثر استقرارا وثابتة. اهتمامك بظهورك واهتمامك بسمعتك شيء مميز. متوقع احداث جيدة جدا عند العزاب بعد العيد، من حيث الارتباطات والدخول في علاقات جديدة بعد العيد، وإصابة الصفقات المهنية وتحقيق النتائج الجيدة على الصعيد المهني برضو بعد العيد. شايف إن حظكم هيتغير من بعد العيد بشكل كبير. كل عام وأنتم بخير. خلينا نشوف المراية، نشوف كروت المراية بتقول إيه عندك. مع مرور الوقت بتقوى العلاقة والروابط بينك وبين الشريك بشكل كبير جدا. في ترسيم علاقات عند الكثير منكم، تحول من خطوبة لزواج أو من ارتباط لخطوبة. كتير منكم عندهم عروض زواج الفترة اللي جاية وعروض ترسيم. في علاقة حب قوية بتنشأ عندكم من الطرفين. في شعور بالذنب بتشعروا بيه وعدم توازن في اتخاذ الخطوات الهامة في حياتكم. في أشخاص بعدوا عنكم ولكن عينهم عليكم ومراقبينكم بشدة، وهيكون عندكم افتتاح لممتلك الفترة اللي جاية، حاجة ملك ليكم هتفتحوها زي بيت او حاجة زي كده. وهيكون في عودة علاقات عند الكثير منكم مع اشخاص قطعتوا علاقتكم بيهم. في هدية قيمة في الطريق اليكم. وفي بعض الاتهامات اللي بتلقى عليكم من اشخاص في المحيط الخاص بيكم بتزعجكم. في بداية مرحلة جديدة بتحمل ليكم الكثير من الخير. على الصعيد العائلي في صلح وأعداد صلح وانتهاء خلافات كثيرة وعروض صلح كثيرة جاية ليكم. في ابتسامة حظ بتحقق ليكم الكثير من السعادة مع الشريك وعند المرتبطين من ناحية الترسيم والدخول في علاقات جادة. في مكالمات هاتفية هتطمئنكم للكثير من أوضاعكم المستقبلية جايلكم قريب من ناس في مسافات كبيرة بينكم وبينهم. محتاجين تركزوا على إيجاد الحلول الوسط والمساومات لإنهاء الخلافات العالقة عندكم والقفل المواضيع اللي متتقفلش. الشريك بيغير عليكم بشدة، محتاجين تهتموا بصحة العلاقة وما تستفزوش طاقة ومشاعر الشريك عشان تجلبوا الهدوء والطمأنينة. تعالوا نشوف الأوريكل. عندكم اختيار بين الخير والشر واختيارات مصيرية الفترة الحالية.
فهطلب منكم حكمة كبيرة في اتخاذ كل قرار هتاخدوه. في عروض مميزة هتأتيكم الفترة اللي جاية، منها أشياء هتعيد ليكم حبكم للحياة وشغفكم وطاقتكم من جديد. احتمالية تحقيق نجاحات مالية ساري وقائم بشكل كبير، ونجاحات كبيرة، توكيدات على انتقالات مالية ضخمة. ما تدوروش على حب بدون وعود أو بدون ضمانات، واحذروا من النوع دوت من الحب. حاولوا تلاقوا الشخصية اللي تحسوا معاها بالتكامل، وإن يكون دخولها حياتكم هيضيف ليكم مش هيدمر. في شخص مميز داخل حياتكم الفترة اللي جاية، وداخل يسيطر على حياتكم بشكل كبير، ثبات شديد وقدرة على تحمل المسؤولية. كأنكم لقيتم متعتكم في الحياة، وعارفين ازاي توصلوا لأهدافكم وتستمتعوا بكل شيء، وبتحصلوا على تعاطف من المحيط من حولكم ودعم من العلاقات اللي في المحيط الخاص بيكم. عندكم قدرة على إبهار الناس اللي حواليكم، قدرة على التأثير وإقناعهم بآرائكم. بقيتوا فاهمين الحياة، وعندكم الخبرة الكافية للتعامل مع كل المشاكل اللي بتمروا بيها. بهدوء بتتخذوا الخطوات السليمة للخروج من المشاكل العالقة وتحقيق الاستقلالية والوصول للنجاحات بخطوات ثابتة من أجل حماية مستقبلكم وأوضاع حياتكم والتوازن. وعندكم القدرة على تحمل الصعاب. بتحتاجوا لإرشادكم للخطوات اللي هتقوموا بيها، ولكن بالرغم من كده عندكم ثبات في الخطوات ديت. وعندكم القدرة إنكم تلاقوا سعادتكم في أشياء كتيرة جدا، عوضا عن الحاجات اللي خسرتوها. وهيكون عندكم تطور في كل حاجة في حياتكم الفترة اللي جاية، وارتقاء في الكثير من الأشياء. بداية مرحلة جديدة في حياتكم مختلفة تماما، بتحمل ليكم الحظ وابتسامة علوم الطاقة والنجاحات الكثيرة في الحظوظ والكارما الجيدة لكل تطلعاتكم اللي كنتوا بانيينها قبل كده. تعالوا نشوف رسائل تهكير عقل الشريك. حطوا شخص في دماغكم ورددوا اسمه 3 مرات، وهنشوف الشخص ده عايز يقول لكم ايه. نبدأ. بسم الله. لا أراك حبيبتي فقط، بل صديقتي وأمي وكل شيء. حياتي ناقصة بدونك. بعترف إني قصرت تجاهك، لكني أحبك. أنا عايز أكون حاجة عشان أليق بيكي. خلينا نشوف الفنجان. مواليد برج الأسد. الحالة النفسية عندكم في رابعها، يعني شايف إن أنتوا بتتميزوا بفترة من السعادة والحب وطاقة على الحياة، طاقة على المواجهة، طاقة على التحدي. عندكم القدرة للنظر للحياة بشغف كبير جدا، وبقدرة على البدايات الجديدة والتجاوز والتخطي. وحتى ان في ناس كتير جدا حواليكم بيحسدوكوا على القدره ديت، على الطاقه اللي بتتمتعوا بيها، والقوه الملحوظه في كل بدايه جديده بتقرروها في حياتكم. خلينا متفقين ان في اعداء كثيرين ليكم، وان ينبغي الحذر من الكثير من الاشخاص في المحيط الخاص بيكم. في حسد شديد مؤثر عليكم، وفي اخبار حلوه جايه لكم من حد كان مختفي من فترة. الحالة النفسية مستقرة، وبتكون سعيدة مع الوقت، بتشعروا بسعادة أكتر، أو بتحرر من حزن أو من مخاوف، أو بتلاقوا إجابة لأسئلة كتير، وبتلاقوا دعم، وبتلاقوا
بيكون الشريك ظهره وضهركم في كل خطوة بتقوموا بيها الفترة اللي جاية في الوصول لأي حاجة بتسعوا ليها. الوضع المالي مستقر وبيكون فيه ابتسامات مالية كل فترة بإذن الله. أتمنى تكون القراءة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجكم، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكم، السلام عليكم.